متواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، نشاهد هذا التقرير عن أم دافوق، سحر الطبيعة والجمال. الصورة التي تظهر من على البعد هي لمنطقة تتبع لإفريقيا الوسطى، ونحن نقف عند الحدود باتجاه السودان في منطقة مدافوق بجنوب دارفور، وهي منطقة حدودية اشتهرت بموقعها المتميز في التجارة والرعي. المنطقة تلعب دورا مهما في ربط العلاقة بين شعبي دولتي إفريقيا الوسطى والسودان، فهي جسر للتواصل الاجتماعي والتجاري والرعوي. منطقة مدافوق فهي وحدة إدارية تتبع لمحلية رهيد البردي، تعتبر من أهم الأسواق التجارية بالمحلية. منطقة مدافوق غنية بمواردها الطبيعية، فهي تتميز بأرض خصبة وثروة حيوانية ومنتجات غابية وتجارة حدودية نشطة، فضلا عن التداخل الاقتصادي مع مناطق إفريقيا الوسطى المجاورة. نسبة للحركة التجارية المتزايدة والاستقرار الأمني، يعتبر مجتمع مدافوق وحدة سودانية متكاملة تمثل كل المجتمعات الأثنية بالسودان. التجار الذين يعملون بالسوق المحلي بأمدافوق فضلوا الاستغرار بالمنطقة لنشاطها الاقتصادي والمتصل وحركة التجارة الحدودية النشطة، فهم يصدرون البضائع السودانية إلى إفريقيا الوسطى ويستوردون المنتجات من إفريقيا مع كافة التسهيلات من سلطات الجمارك المختصة بالمنطقة. السمات التي تظهر على الشارع العام بمنطقة مدافوق التداخل السكاني للمجتمعات بين شعبي الدولتين السودان وإفريقيا الوسطى، مما جعل منها وحدة سكانية متعايشة امتدت أكثر من ذلك لتشمل التزاوج والإقامة. مرة ثانية منطقة مدافوق في ولاية جنوب دارفور تعتبر نموذج لمناطق التعايش الاجتماعي والجوار الإفريقي، خاصة والمنطقة تشتهر بالتجارة الحدودية والتداخلات الرعوية لأصحاب الماشية الذين دائما يتجاوزون الحدود السياسية بحثا عن الماء والكلى.